معاك كلكم كرام كده هنشوف كلكم شايفين الكابتن عليه علي بس طبعا حضرتك مصير طبعا تابعينا مشاهدينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في لايف وبث مباشر من ساحه مسجد الحمدية الشاذلية. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وتغطيه وبث مباشر لاعزاء عزاء والد الكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين عدد كبير حاضرين لتأدية واجب العزاء السيد حسنا طبعا، يعني بجواره الكابتن عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق بمساندة زميله عمر طبعا. زي ما حضراتكم شايفين مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، حاله من الحزن والوجه الشاحب على الكابتن طارق السيد، حزنا طبعا على رحيل والده، ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته.
سعيد طبعا حالة من الحزن على وجه الكابتن طارق السعيد، حزنا طارق السيد، حزنا طبعا على رحيل والده، وطبعا عدد كبير من نجوم الرياضة والوسط الفني كانوا حاضرين، الكابتن اسماعيل يوسف، حازم امام، محمد عبد المنصف، ويعني كوكبة الحياة من النجوم كانوا حاضرين لتأدية واجب العزاء في الكابتن طارق السيد طبعا نجم نادي الزمالك. انا لله وانا اليه راجعون، ولا اله الا الله، ولا نقول الا ما يرضي الله. مشاهدينا مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، دي كانت تغطيتنا من ساحه مسجد الحمديه الشاذليه، وكان معكم محمد شلتوت، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.